ونتمنى اخوتي الجزائريين يوقفوا معايا ان شاء الله. ديما عيطليش، ما عيطوليش الجزائريين، كاع ما عيطوليش الجزائريين والو، ما عيطوليش، خاصك تعاونوا معايا حتى هما، راه من بنت بلادي، راه بنت بلادكم. الامانه وسط 50 الملك، الله يفتح عليك ان شاء الله، الله يعطيك الخير اوليدي. مشغوله، ما كانتش مدي معاها، كانت مشغوله، وراك عارف اللي ما كانش. ندعي لك وليدي، الله يسهل لك الامور ان شاء الله يا رب. المهم عليك، هاد العويد هذا اللي كتشدي في يدك، ايه هذا راه مهرس، كيعاونك شويه في الطريق، يعاونني في الطريق، وراه مهرس لي والو، ما كان حاله وليدي، كي راه مهرس ما عندي حتى حاله، قلت نشري خويا وجاني غالي ما قدرت. فرحانه بالعصا المهم عليك، فرحانه بالعصا، هذه هي اللي تجي راه تجيني مليحه، راه تجيني كي يشراو لي الطوموبيل بهذا العصا. السلام عليكم خوتي، رمضان كريم، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا على خير او بخير. ويز خوتي، اليوم واحد الفيديو اللي غادي ينشطكم كاملين، وغينشط المغاربه كاملين وحتى الجزائريين. ويز الى عقلتوا الام ديالنا ملكه اللي كنا درنا معها الفيديو هذه تقريبا واحد 3 ايام، يعني غادي نمشيو عندها ان شاء الله. علاش؟ حيت يعني كاين الناس اللي بغاو يعني اللي يعاونوها، كاين الناس اللي عطاو واحد بركه فلوس، غادي نمشيو نجبدوها باش نعطيوها ليها. المهم غادي نبارطاجيو معكم كل شيء. ويز خوتي، بغيت نوضح واحد النقطه، عافاك خوتنا الجزائريين، ما كرهناكمش اخوتي، كتعاونوا بنت بلادكم، يعني والله غادي يكون احسن، حيت بنت بلادكم راه كتناشدكم باش تعاونوها، راه محتاجه. الله يسهلكم. ماشي من اسبانيا، وكما عرفت بدات من واش من بلجيكا ولا من هولندا. تم معك البركة هذه، الله يكرم خير ان شاء الله، يسهل لك الامور ان شاء الله يا رب. والله الجزائريين قاعد يدير عليه فيديو، واحد ما عيطليش كلمة طيبة، الراجل من المانيا مسكين. وشوف تنجلسوا تنجلسوا شي بلاصة وغادي ما عاونونيش، ما عيطليش مسكين. نسولوا فيهم، والله ما نسولوش فينا، حنا نسولوا فيهم. شكون أم الملكة شكون؟ قلت للجزائريين واحد هذا مسكين، هذا زايد عندنا بصح مغربي، زايد عندكم في زايد عندنا في وهران. وراه مسكين يتواصل معايا يوريني غير المحامي كاش ندير الأوراق كاش ندير. عايش في ألمانيا، قال لي لا تجي ألمانيا ما خصك والو، مسكين عندي تعيشي معايا. الحمد لله. ها هو الاخوان ديال الامور، مسكت السيد، مسكت الام الملكه، الله يجازيه بخير ان شاء الله، ربي يجازيه بالخير ان شاء الله. ان شاء الله منين نجلسوا نذكروهم كاملين ان شاء الله. ان شاء الله يا خي، يدير الخير، ربي يجازيه. دير فيرمي هو عادي، يقول لي والو. فيرمي بلاصتك ام الملكه. فيرمي بلاصتي وانا. عاكس البركه بهذا. السلام عليكم. يشوفك ويعاونك. يعاونك. الامانه وصلت 50. الله يفتح عليك ان شاء الله، الله يعطيك الخير اوليدي، انت تساهم في الخير، وهذاك اللي يساهم في الخير الله يعطيه الصحه. هذا الباسبور ديالك، ها هو فيه التراخيط ديال المترو، هذا الكونسيلار. سميتو هذا ما عرفتيش من الملكة؟ والله اوليدي ما سولت اسمه، ما سولتوش، عاود عيط لي على 12 ولد النص، وانا كنت نغسل يديا جبرت وقطع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، لاباس الله حفظك، كنفون عليك من التليفون ديال مي مالكة. واه اسمعك. الله يحفظك. اخويا كنت عندي واحد الغرض في السبيطار، والله ما زدت كيجي هذا اخويا والله. لا ماشي مشكل، انا اللي انا كنهضر معك انا هما الدراري اللي صورنا معاها الفيديو. الله يحفظك، الله يحفظك. وجينا عندها وقالت لي باللي نبعث لك فوتوكوبي الباسبورتي ديالها، حيت باغي تصيفط لها شي بركه، انا غنبعثو لك دابا واخا. صافي، انا قلت لها البارحه ما صيفطتليش، عاودت صونيت عليها ما جاتش لي واخا. ولا كانت مشغوله ما كانتش مدي معاها. كانت مشغوله وراك عارف ما كانش. ما كانش مشكل، نقول لها غير العيلي دعوا تصير صافي. ندعي لك وليدي، الله يسهل لك الامور ان شاء الله يا رب. صافي يلا اخويا، شكرا بزاف، وتقبل الله منك اخي، والله يحفظك، والله يكثر من تبارك اخي. انا نصيفط لك دابا انت، يلا. مع المراه تاعي طبره، بالله يقول هذه اللي مع الزوجه ديالي طبره وكا وصافي. ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله يا رب. الله يشافي لك اخي الزوجه، شكرا اخي، انا نصيفط لك دابا، يلا. الله يحفظك، شكرا. غادي نصيفط لك واحد الباسبورتي، لا. كيصيفط لك واحد البركه ان شاء الله يا رب. ربي قال لي مسكين بلا ورق بصح نتعاون معاه، قلت له ماشي مشكله. واه امي مالكه، ودابا رمضان الناس كتسال على فعل الخير. ايه راهم يفعلوا الخير. المهم يا اخواني يلاه جينا جلسنا هنايا باش امي مالكه ما تعياش شويه، ما بقاش غادي كنتمشاو، يلاه جبدنا ديك البركه
وجينا نرتاحوا هنا شويه. امي مالكه، امي مالكه وسيد، بغيتك تعاودي لنا دابا كيفاش دايره انت وكيفاش كيبقيتي شويه بعدا؟ والله الحمد لله خير من اللي كنت مع شريت هاد العصاره، يعني نحمد ربي ونشكره على كل حال خويا والله. ونشكر اختي اسانا مسكينه عاونتني في هاد العصا مسكينه، ندعي لها الله يفتح عليها ان شاء الله البيبان ان شاء الله، ودي تعاون معنا غير كلمه طيبه الله يجازيه بالخير. ها هو العصا شراته لنا الاخت سناء مسكينه يجازيها مسكينه. وهذاك الشيء بغيت نسولك امي مالكه، حيت شفنا عندك العصا جديد وكانت تواصلت معنا واحد الاخت قصراويه الله يجازيها بخير، هي اللي كانت شات لك هاد العصا وربي يجازيها مسكينه. وتواصلوا معك شي ناس يعني من بعد ما درتي الفيديو معنا ولا؟ اه تواصلوا معي مسكينه، انا يعني عرفت ثلاثه تاع الناس المغاربه اللي تواصلوا معايا. واحد مسكينه جاب لي 100 اورو، واحد جاب لي مسكينه مبادلنا 20 اورو مسكين ربي يجازيه السيمو مسكين محمد. وواحد راه عيط لي قال لي كنت مسكين مازال ما بعثليش ما قاليش شحال. اه يقدر يكون هو هذا. والله ما على بالي خويا مازال ما عيطليش، والله مازال اخاي مازال قال لي دوك نعيط لك. معليش ربي تعتري خذ راحتك من مالكي، خذ راحتك. صحبتي استناني دقيقه راني نسنى نقضي واحد الشغل ونش نعاونك. الو ماشي مشكل ونكملوا من مالكي. واه كمل وليدي. كنشكروا بعد هاد الناس اللي تواصلوا معاك ان شاء الله ربي يسهل عليهم. وواحد مسكين قال لي كون دراه السيم وعيط لي مسكين مازال مسكين قال لي دوك نعاود نعيط لك غدا عشيه ان شاء الله. وراه عيط لي واحد التينسي من بلجيكا مازال ما بعثلوش الباسبور ديالي، راه قال لي عيط لي واحد من بلجيكا البارح مع 8:30 تاع العشيه. عاد قلت حتى بعثوا له دابا. ايه قلت له يجي ان شاء الله واحد كونفيس باش يبعث لي، لا قدر نخاف الباسبور الحاله صعيبه تعرف. والنمره ديالك امي مالكه راه باقا في الفيديو، والفيديو راه باقي كيشوفوه الناس، يعني راه باقي الناس يتواصلوا معك ان شاء الله. يا ربي يكون فيهم الخير ان شاء الله. ونتمنى اخوتي الجزائريين يوقفوا معايا ان شاء الله. ديما عيطليش ما عيطوليش جزائريين، كاع ما عيطوليش جزائريين والو ما عيطوليش، خاصك يتعاونوا معايا حتى هما راه من بنت بلادي. راه بنت بلادكم، بنت بلادي هي العواش راه هما اللي عيطولي مساك ربي يجازيهم ان شاء الله. سعادات فاعل الخير يعني حنا شو سواسيه كمغاربه كجزائريين، ولكن خوتي يعني بنت بلادكم خصكم تسارعوا على فعل الخير. يعني واحد اللي كيبغي يمشي يدير واحد العمره ولا يمشي يدير حج وفي مارسيرا لاباس بيهم، نعرف الناس لاباس بيهم، نعرف الناس بزاف، انا مشيت تما نعرف الناس لاباس بيهم ان شاء الله. امي مالكه شوف امي مالكه اول حاجه بعد تحيه الناس الجزائر والناس المغرب ان شاء الله خوتنا ان شاء الله المسلمين ان شاء الله. راه خوتنا الجزائريين حتى هما يشوفوا الفيديو ديالك ويتعاونوا معك ان شاء الله مورا الفيديو هذا ان شاء الله. وراه النمره ديال المي مالكه راه تكون حتى في هذا الفيديو هذا ان شاء الله، نحطوها لكم في اول تعليق. قول لي المي مالكه سي واش حسيتي باللي كاين واحد كاين الناس باقي كيديروا الخير؟ والله حسيت بحاجه مليحه والله، وسورتو كي تلاقيت بكم فرحت بزاف بزاف، وانتم ناس ملاح والله يجازيكم بالخير. وخويا ريده مسكين نبغيه بزاف من بكري عزيز عليا وربي شاهد، ونتمنى له ان شاء الله يمشي لمكه المكرمه كما راه متعاونين معايا هذا بياس وريده مساكن. الله يجازيكم بالخير. الله يخليك لنا امي مالكه. قول لي امي مالكه سي شنو اللي فرحك اكثر من بعد ما درنا الفيديو؟ شنو اكثر حاجه فرحاتك؟ فرحتني هذه العود راني نتمشى بها راجيني مليح، وان شاء الله وراني نفرح بزاف بزاف كي رغم اخوتي عيطوا لي هذو مساكن عاونيني بهذه البركه باش نصرف هذا رمضان الحمد لله يا ربي. باش كتفرح واحد الانسان في رمضان اللي هو مسكينه يعني ما كتشوفش، يعني هي راه ما كتشوفش وما عندها لا حنين لا رحيم هنايا، باش كيجي واحد الانسان ولا انسانه كيفرحها نفرح بهم والله. راه ما يحس بهذاك الشعور ديالها غير اللي محطوط في نفس الموقف ديالها. وبغيت نقول لك واحد من هاد ما حدنا جبدنا هذا الموضوع ديال الفرحه، بغيت نقول لك واحد الحاجه امي مالكه باللي حنا راه فرحانين ان شاء الله اكثر منك. الله يحفظك والله نفرح بكم ربي يشاهد. غير هذه واحد النقطه بغينا نوصلوها للناس اللي كيتفرجوا فينا، حنا هذا الشيء اللي كنديروه دابا حنا يعني يقدر تعتبروه كوظيفه، كنتقاضوا واحد الاجر لينا حنا من المشاهدات ديال الفيديوهات، وهذه راه معروفه عن جميع الناس. مي الوظيفه ديالنا حنا من خلالها كنساعدوا واحد الناس، فكنكونوا فرحانين عند الله، فرحانين كنفتخروا براسنا اننا درنا واحد الحاجه، الوظيفه ديالنا كناخذوا عليها اجر، وبنفس الوقت كنساعدوا الناس. ساعدنا امي مالكه، ساعدتوا الناس بزاف والناس حكوا عليكم بالخير وربي بزاف ديال الناس دازوا معنا داروا النداء ديالهم عن طريق القناه ديالنا، واستجبوا معهم الناس المحسنين، والحمد لله راهم في صحه جيده. كنشكروا كاع الناس اللي هما كيتفرجوا فينا ومتبعينا من شحال هذه. اي واحد عاون شي واحد من هذوك الناس اللي دازوا معنا في القناه فراك انت عاونتيه
واجرك عند الله، وكتعاونونا حتى حنا بالبارطاج باش حنا عاوتاني كنقلبوا على الناس اللي خايرين محتاجين وكنتعاونوا معاهم. فكنشكركم كاملين اي واحد ومالكه اللي دار لي تاع الطبيب من عيط ما نهب لنا الشكر، وهذا اللي عيط لي واحد راه عيط اي يعني واحد عيط لك شكرا عيط لي مسكين، هذا قال لي ندير لك السيته تاع الطبيب تاع العينين. نتمنى ان شاء الله يعاود يعيط لي ولا يبعث لكم نتوما ولا كيما يبغي هو. مرحبا. واحد السيد كنت قلت لنا مالكه قال لك على السكنه في بادالونا. ايه راه جبر لي بيت في بادالونا، غير جاتني بعيده على سده المترو وليدي، ما فرحت به محمد مسكين سي محمد راه عيط لي مسكين وقال لي راه بعث لي الاوديو، راه عندي حتى الاوديو تاعو مسكين، وقلت له ما نقدر نمشي، قال لي مسكين انا نتعاون معك دائما نجي عندك مسكين. كنشكرك اخويا محمد بزاف، يعني كنوجه لك الشكر على هذه المبادره اخويا سي محمد اللي باش دير في الاخ في مي مالكه. دابا المشكل ديال مي مالكه هنا معروفه في هذه المنطقه هذه الرافال، فالناس كاين الناس اللي كيجيو كل مره كيزوروها كيتعاونوا معها باش ما قسم الله، تما في بدلونا بعيده وما تلقاش اللي يوقف معها تما والمترو وليدي ما نقدر المترو مازالين كما صور مع الاخ ديالي في الفيديو الاول، يعني مازالين مملكه كنقلبوا ليها كيفاش نخلصوا لها الكراف في الدار او نلقاو لها شي كرا واحد اخر هنا في المنطقه ديال الرابال. يعني فرحانه بالعصا مملكه، فرحانه بالعصا سي، هذه هي اللي تجي راه تجيني مليحه، راه تجيني كي يشراو لي الطوموبيل بهذ العصا. والله وليدي العصا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ندير السيته يديروا لي هذوك النوادر تاع العينين، خصني ما ديك الهواء. مملكه اطلب شي حاجه كبيره، اطلب شي العصا هنا غير العصا، غير العصا معليش ندبر السكنه، هي الصحه هي كلشي وليدي. يلا هاي طلبات لكم السكنه دابا ان شاء الله يا العصا، الا ها اللي تهلس لك العصا ولا هذه كاينين عاوتاني الناس حدا اخرين يشريو لك العصا ان شاء الله وليدي. ماشي ان شاء الله وليدي، الله يسهل عليهم الامور ان شاء الله. كنتمنوا لك الشفاء ام مالكه، وكنتمنوا لك قديمه فرحانه، ونتمنى ان شاء الله يجيبوا لي واحد الكتاب تاع القران راه خاطري يديق في الدار، هذاك اللي يديروا تاع الكتاب ان شاء الله. نتمنى خوتي كاش واحد يسمع انا كاينين في سطح ولا ما ينباعوا ويديروا هنا غاليين شويه عند البازار. المصحف، المصحف تاع القران يديروا هكا بستيل ويقرا ان شاء الله، كاش ما واحد يقدر يتعاون معايا اي بستيلو وليدي تقرب الصفحه ويقرا عنده. هذا محمد مول البازار بصح يبيع غاليين شويه. والله ها وليدي انا ما على بالي، ما دخلتوش كان يبيع ب 50 اورو، واليوم والله ها وليدي ما سولته ما على باليش. ان شاء الله غادي يوصلك، غادي يوصلك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هذاك يقرا بعدا تسمع القران شويه مع التليفون كدوز عليه الستيلو هو كيهضر، هو يقرا لك فيه 60 حزب، وانا ما نعرفلوش التليفون ما نعرفش نمشيه، راك تعرف ما نعرفش نمشي التليفون في القران، بغي نسمع شويه راك تعرف خاطري يدي كي تكون في الليل هكا تبغي تسمع شويه قران. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كاش ما واحد يسمع يشريه لي ان شاء الله. ان شاء الله من مالكه غادي يوصلك ان شاء الله يا وان شاء الله الصوت ديالك غادي يوصل للناس، وغادي يتعاونوا معك ان شاء الله في السكنه ان شاء الله، سواء يخلصوا لك الكراس سواء غادي يقلبوا لك شي كرا واحد اخر. من مالكه يا ربي يفتح عليكم وعلى خوك رضا يا ربي. وحنا كما وعدنا كنجيو عندك من مالكه، جينا عندك وهذا السيد مسكين حتى هو اللي مشينا معك دابا لوكوتوري وجبد لك 100 اورو سيفط لك حتى هو، الله يجازيه بالخير ان شاء الله. مسكين شكره بزاف، الله يجازيه بالخير، وانتم تواصلتوا في الخير الله يجازيكم، والله ان شاء الله نتمنى ان شاء الله خوتنا يتعاونوا معنا ان شاء الله. غير كلمه طيبه قد الدنيا، اخو عمر تاع المانيا نسيتو باش نتذكروا مسكين، راه تواصل معايا مسكين وقال لي نوريك المحامي ونعاونك باش تدفع الاوراق ان شاء الله، ربي يجازيه بالخير. غير كلمه طيبه قال لي ما عنديش باش نعاونك، بصح نروح انا للمساجد ونهضر عليك مسكين تما في المانيا. واخا دابا ملي جبتي الموضوع ديال الاوراق، شنو كيطالبين لك هنا باش تعدي الوراق ديالك؟ شنو اللي ناقصك ولا شنو اللي خصك؟ هما قالوا لي ما عندكش كاش تدير، حد دير هذوك السنطراب اخو، وانا خايف ندفع فيهم ما يعطيوهم ليش، يقول لك زعما انت ما تخدمش كاش يعطيوك السنطراب اخو تاع المضراب ديال الطراب اخو، ما يعطيوهم لك شي حقاش انت ما تقدرش تخدمي. ايوا انا هاد المحامين اللي مشي عندهم راه يبان لي ما يفهمش، بعثني عند هذا اسبانيولي باغي نمشي عنده وليدي بالك يشوف معايا ان شاء الله، قال لي هو يشوف به المسكين انا في، قال لي في الرامله راه بعث لي الكارطه ديجا نمد لك الياسين ترفد لي السيته باش نمشي. اها ماشي مشكل، رفد لي غير السيته معاه، قال لي راني بعث لك الكارت فيزيف ما فهموش يعاود يعيطوا لي، راه تواصل معايا غير دروك عيط لي المسكين. ولكن هاد سيستو سوسيال وهاد الناس هادو ما قالولكش باللي يقدر حقاش انت مريضه وما كتشوفيش بعينك؟ تاع المرض هنا دفعت بهم بالمرض ما عطاونيش، قال لك ما مرضتش هنا انت مرضت في الجزائر، قال لك ما مرضتش عندنا هنا. بزاف ديال الناس دازوا معنا نفس الحالات، كيقول لك قال لك هكا ما عندكش مرضتي هنا اوكي، ولكن مرضتي في البلاد بالك ندير المدرسه ان شاء الله بالك يدفعوا لي فيها ان شاء الله يا امي مالكه. كنشكرك بعدا حيت خوتي قلبك على المغاربه وعلى الجزائريين. ما نخويش عليهم ان شاء الله، خوتي يتعاونوا معايا كاع خوتي عند ربي العالمين. مازال غنجيو نزوروك ان شاء الله، يزورك بالخير ان شاء الله. اي حاجه احتاجتيها
احنا ولادك هنا الله يحفظك بارك الله فيك اخ ديالي فوقاش ما بغيتي النمره عندك والله يجازيكم بالخير ان شاء الله يا ربي يفتح عليكم ان شاء الله يا رب وهادشي اللي كاين مليكه وشي كلمه شي كلمه وجهها الناس اللي تعاونوا معاك ان شاء الله ربي يجازيهم بالخير ونتمنى ان شاء الله يعاود يعيطوا لي بكلمه طيبه قد الدنيا ما فيها وربي اللي يتعاون معايا ربي يخلف عليه ان شاء الله ويكثر رزقنا ان شاء الله امين يا رب وندعي لكم ندعي لهم ان شاء الله كاع خوتنا المسلمين ان شاء الله يكونوا في الغربه ان شاء الله ويكلموني غير كلمة طيبة الجزائريين إن شاء الله نتعاونوا معايا إن شاء الله يعيطوا لي غير كلمة طيبة سيدي حتى ما يعبوش يمدوا الفلوس يعيطوا لي بكلمة طيبة راني جزائرية بنت بلادهم نو منين من الجزائر أنت؟ أنا ولاية تلمسان وليدي تلمسان سي قريب المغنية إن شاء الله أنا قريبة للحدود تاعكم مرحبا بك أمي مالك الله يسلمك وليدي وتحية ومدوا جوج مي مالك راه محتاجة المساعدة ديالكم والعواشر هذه وشكرا مع السلامة